السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطع جديد واللعبة أخ مرة كم مرة أجيب ألعب الحالي، هذه مرة نجيب عيال زي كذا فالوضع يكون أحسن وفل أكثر يعني. شوف المقطع. أشوف خلينا نشوف. الفيلم جديد. والله عماد مرة نايم. موجود. دقيقة. والله موجود. موجود. والله مرة محقق لا مرة ما تيجي مع اللندا. خليني أحط شيء كيوت. والله يبغى لك شلوت. شوف انا حاسس الامبوستر هالتنفس لسه مو زهير. لا لا زهير وسخين الحريات ما شاء الله. صوت يا صوت يا صوت صوت يا صوت 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 اشورين كويس صوت يا صوت حط ميوت صوت. والله ما ادري انا والله حد بالله اخوي اطلع نفسي نكت لو لاحق غسان لا غسان حيقول له اخوه هو جنب بعض ما نكت نكت الفيصل اي تعبى سريع لا تقتل لا تقتل تبي تقتل تبارك بركة لقيت المشكلة ما عندي ما يمديني حتى انا والله ابلغ عليك وتخليه يخليه يقتل وان ايش في اترجعت اخر جلسة الله بجيلة هايو ممان ممان انا موجه يا عيال البرتقالي عيال شفتوا عند الجثة يا البرتقالي كان عند الجثة البرتقالي كان عند الجثة الاخضر هو اللي بلغ ايوه خلي الاخضر يتكلم طيب خلي الاخضر يتكلم البرتقالي كان عند الجثة مين الاخضر يا عيال يا عيال البرتقالي كان عند الجثة يا عيال البرتقالي شفت حتى البرتقالي شفتي كل البرتقالي 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 يلا يلا بس انا سنة عيال مين الاخضر يا عيال لا ما حد واحد مرة عبد الرحمن بسرعة 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 برتقال متأكد إيه برتقال عبد الرحمن اللي قال برتقال أنا متأكد يعني اسمه كاي أصلا بوليس مان ولا تصمت يلا 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 مع السلامة صدقون هو صدقون هو جي جي الخوي شايفينك شايفينك لا تنبل لا تنبل ترى الأخضر اللي قال لك يلا يا ميوت اللي قال لك لا تتحمس هذا عشان إيش أكسب ثقتهم معليش يا صاحبي والله يا مو عارف يلعب واقف شايف وين جا ورايا والله بعد منه شيخ دقيقة انت شو انت لا مو انت والله ممكن انت اجي وري وريني شفت هذا هنا حاله فينا انا عندي صوت اللعب راح اكتب اللي مصور الكاميرات مين ده مين ده شوف اسمع يا لقيت هالتين عند المكان الجثة دي انا لقيت هالثاني واحد بس الثاني يا اخي نسيت كان ايش لونه يا اخي دحين ما ندري ايش فيه يا اخي قاعد تشحن الناس سماعة انقفلت العيال ما لا تعلم لا تعلم لا تعلم بس طلعوني انا عبد الرحمن صح شفتوا لكم والله من زمان يعني اقول لكم بس كنت من اول انا بدأ عنه حسبت حقتل والله ناوي كيف سوي ميوت انت حلو عبد الله تموت خرج ميوت انت ساكت انت ساكت خلاص ميوت يا تموت سكوت يا سكوت يا عيال ممكن اتكلم خلاص دحين نقدر نتكلم نحن لا سكوت انت اللي بلغ انا بلغت انا اتكلم صح ولا يا عيال القاتل الله يرحمه يا عيال سعيد كان مع عبد الله وبعدين لما رحت عبد الله ما تش معناتها طيب انا طلعت من الغرفه خلصت مهمتي رحت الرياكتور يا عيال انا اشك مو متاكد اشك في سعيد فين الرياكتر سعيد ما يعرف فين مكان الرياكتر يعني الرياكتر جنب غرفه الكاميرات سوق ما يعني عبد الله خلاص انت موت اسكت خلاص اللي موت برا ما يتكلم انا ساكت انا متاكد انه سعيد عيال تعرف اللي قتلني سعيد لونه بني عيال لا اسكت حتى انت موت اسكت يلا 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 انا يلا اعتقد انه سعيد اعتقد لاني كان مع عبد الله والله ده انت دليلك مره قوي ما شاء الله اعتقد انه عشان كان مع عبد الله شوف بينك يقول لك شوف خولات يا عيال
والله يا عيال سعيد عيال اهرب من سعيد انا حبلغ على طول ما حخليه يلحق انا تعبر ليش مره مره متأكد. متاكد سعيد عيال خلاص طيب يا سلام شوف تعال اوريك الرياكتر يا اخي ايش عنا على الام الحماس ده يا سعيد عيال يا سيدو عيال سيدو يا انا متاكد عيال انه سيدو عيال اكيد اكيد يعني ايوه متاكد هو كان مع الديلا يعني انا عندي احساس عبدالله ما يعني انه انا يا اخي لا تسوق امه انت كمان يا انا سعيد يا انا متاكد انا حبلغ عليك سامحني سعيد لان انت كنت انت اللي كنت مع عبدالله طيب انت حتى كنت مع عبدالله ترى كنت معانا يا عيال انه سعيد انا متاكد يا سعيد يلا سعيد انا كاره سعيد اصلا هيا فيصل سعيد سعيد فتل فيه اكثر من مره قايل لك ولا مره لا تكذب ولا مره يا عيال سعيد صدقوني انه سعيد خلاص امونا تصوت على عبد الرحمن خلاص حلو لا 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 يا عيال ايش ما في لا لو مو انا عبد الرحمن لانه ضحك ايوه على طول لا لا انا من اول اقول له انا شايف فيه ليش لا ما في شايف فيه شوف هو مضغوط يعني انه هو انا قلت شاك فيه لان هو الوحيد كان مع عبد الله ايش معناتها اعترف يا سعيد ترى كلهم خاصة اختارك اعترف بجرمك سعيد اعترف بجرمك يا سكوت قلت لكم يا عيال يا اخي تحقيق يا اخي افتح موسيقى والله بعد انا ما كذا برتقالي حكتوني والله كنت حاس برتقالي والله انه كنت حاس قاعد يجي ورايا حق حاس يا اخي شايفه قاعد طالع فيه مو قاعد يسوي مهمه اصلا خلينا نسوي بعض المهمات حتى الحمايتين الله روح مهمة ثانية ساتي يا رب بدري دوبكم كيف فيصل ما يتكلم هذا مشكلة يا اخي المايك حقه تعبان ما ادري شارجته والله ديم مو فيصل شايفه فيها انظلم يا مو فيصل يا حرام عليك برتقالي يعني ورب هو ورب انا هم حاط بيوت ايش يعني عبد الرحمن تكلم خبص والله حسبت نفسي والله بتحس نفسي بيوت يا عيال ايه صار مجنون حركه قديمه عادي ايوه حركه حلوه والله حركه قديمه حلوه حركه حلوه والله قلت لنا ابيض طب قال بعده ربي حرام عليك يا عبد الرحمن يا اخي غلط يا اخي والله تكلمت غلط انا حسبت يا اخي من نفسي بيوت كنت عفوز يا اخي كنت نفسي بيوت وهذا النهاية بس قبل ما نختم الحلقة بنديكم أحسن تعليقات في الفيديو اللي راح أكثركم سوى تعليق ونسى يضغط لايك صارت تعليقات أكثر من اللايكات جماعة اضغطوا لايك آخر مرة كله كومنتات ولايك ما في الكومنتات صارت أكثر من لايك اضغطوا لايك وما أكتب كومنتات اثنين مع بعض يتفاعلوا أول واحد معانا فراس نفس المقطع اللي راح أول واحد معانا يقول لك أفضل يوتيوبر أصلا أنا أدخل اليوتيوب عشان أتابع مقاطعك الحلوة جماعه والله تحرجوني جماعه والله والله شكرا فراس والله انا صراحه اتعب واحاول ان اجيب لكم احسن المقاطع تتابعوها وباذن الله الى الامام لسه الان انا عارف لسه بدا بس الى الامام واحد معانا عبد الله يقول لك اسمع نزل تعليقي يقول لك والله مقطع عن مليون مقطع فيصل يقول لك شيء فاخر من الاخر حبيبي والله فيصل وكل الكومنتات كمان والله صراحه حرجتوني خلينا نكمل بكم كومنت كمان معانا خالد يقول لك انا اعترض مؤسس القناه معاك ما تحط كومنت ما فهمت كيف يعني ما احط كومنتك ولا كيف ما ادري بس والله بس شكرا يا خالد صرتوا تتضاربوا الكومنتات ولا ايه شوف عبد الله عزيز يقول لك القارب عقارب انا خويك يا تعبان كيف ما تسوي لي تحيه والله شكرا يا عبد الله عزيز وقناته في الديسكربشن شوفوه ترى والله عنده محتوى تمام ينزل نصايح وزي كذا والله شوفوا بحط الكومنت تحيه والله ابو عزيز
ونعم الخوي والله. اخر واحد انا حطيته اخر واحد لانه احسن كوميك صراحه مره عجبني صراحه. واخر واحد معانا غسان نفس المقطع اللي راح صراحه مره عجبني غسان والله شكرا. الكلام ما يكفيه صراحه والله شكرا غسان. وش كاتب يقول لك؟ يقول لك غسان يقول لك حلو ربي كل مقطع تثبت وجودك في يوتيوب. يا الله يا اخي والله غسان والله شكرا. ودي احزمك بس ما عندي فلوس. لا والله شكرا والله شكرا غسان وشكرا لكل المتابعين اللي ما قلت اسمائهم. في والله كم واحد ما قلت والله يعتبر قلت كل اللي قاله بس وشكر كمان اللي قالوا لي ايش الديسكورد صراحه ما كنت اعرفه. ولا تنسوا اللايك لان اللايك ينشر مقاطعي اكثر. واذا انت جديد اشترك في القناه. اخر واحد من ام 9 يقول لك استمر. شكرا يا ام 9 والله انا بدعمكم هذا باذن الله بستمر وما حوقف ونوصل للالف والعشره والمئه والمليون ان شاء الله. وبدعمكم هذا باذن الله وما حنسى كل واحد في البدايه كان معايا. وشكرا للجميع والمقطع الجاي يكون احسن ان شاء الله. واذا عجبك لا تنسى تشترك وتضغط اللايك وشكرا.